إذن على بركة الله مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين شوف تيفي أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. كنتواجدوا معكم لليوم الثاني على التوالي بموسم سيدي عبد الرحمن، هذا الموسم اللي منذ أزيد من تقريبا 11 او 12 سنة، ما يقارب 13 سنة، على اخر دورة لهذا الموسم، الموسم ديال الولي الصالح سيد عبد الرحمن مول المجمر. اليوم كما قلت البيضاويين جد سعداء بهذا العودة لهذا الموسم اللي حاليا كيحتضن العديد والعديد من السربات التي قدمت من كل جهات المملكة. 20 سربة، كل سربة كتضم 17 فارس، هذا هو أكبر عدد بحكم الرقعة الجغرافية اللي كيديروا فيها الحركة الفرسان، فكتسع 17 فارس و 17 حصان، والا لكان العدد يكون اكثر. على العموم تخيلوا معايا هاد 17 فارس 17 حصان غتضربوها في 20، اكيد كتخيلوا العدد اللي كاين تبارك الله في هاد الموسم ديال سيدي عبد الرحمن. هنا نرجع هنا راحت الموسيقى لهيه، كاين الموسيقى خصنا نهرب من الموسيقى. اذا كما قلت 20 سربة قدمت من كل أنحاء المملكة للمشاركة في هذا الدورة وفي هذا الموسم ديال سيدي عبد الرحمن. حدود هذه اللحظة اليوم الجمعة أكيد ساعات، فما غتلقاش ولا مكان شاغر كما كنقولوا، اللي غادي لاحظوا معايا راه الجماهير بدات كتقاطر هنا، أي الجماهير بدات كتقاطر، ولكن اليوم جمعة كونوا على يقين بانه لحظات وستمتلئ كيوم امس، لانه بالامس كل المدرجات كانت مملوءه عن اخرها ولا موطئ قدم، اللي كما كنقولوا ما كاينش فين تحط برا، كل شيء تبارك الله كان عامر. اليوم كذلك غادي تعيشوا اجواء ديال البارود وديال الفروسيه. لاحظوا صافي راه حيدوا الموسيقى، حيدوا الموسيقى، لان كنبتعدوا على الصوت ديال الموسيقى، اكيد كنبغوا الصوت ديال الموسيقى، كنحاولوا نبتعدوا منه. هانت ديرها كتعاود ترجع. اذا تحيه لهاد الفرسان اللي جاوا من انحاء المملكه للمشاركه في هذا الموسم. أذكر بأنه بالأمس تم افتتاح هذا الموسم، موسم سيدي عبد الرحمن، من طرف ولي صاحب الجلالة على جهة الدار البيضاء اسطات السيد محمد مهيدية، كذلك بحضور السيد عامل عملة مقاطعة الدار البيضاء أنفا، العديد من الشخصيات، العديد من المنتخبين اللي كانوا حاضرين بالامس، كذلك رئيس مقاطعة أنفا بحكم انه الموسم كاين في التراب ديال مقاطعة أنفا. كما قلت الناس هنا سمعتوا معنا بالامس تكلموا معنا احد السربات اللي هي السربه ديال المقدم المهدي عزمي، اللي حنا دابا حاليا حدا المحل ديالهم، تكلموا معنا على هذا التنظيم اللي هنا كاين في هذا الموسم هذا، وكيأملوا انه في المنطقه ديالهم وجميع المناطق المغربيه، يعني منطقه تمارا اللي جاوا منها، كيتكلموا على انه ما كرهوش تكون عندهم مواسم بهذا الشكل هذا وبهذا التنظيم هذا، لانه بكل صراحه على حسب كما قلت مداخلات ديال الناس اللي حاضرين كيتكلموا على انه الموسم يعني غادي بواحد النظام جيد جدا، وهذا الشيء هو اللي بغينا. لاحظوا معايا ما شاء الله، اللهم بارك، لاحظوا الاحصنه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، لاحظوا الاحصنه يعني الخيول العربيه الاصيله، لاحظوا اللهم بارك، خيول العربية الأصيلة،
شوف ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. يوسف خويا هنا في جيت سيد عبد الرحمن اخويا حدا مروكومول المنطقة، لاحظوا معايا راه الناس بدات كتقاطر هنا على هاد المنطقة. معاش غادي يبداو دابا دابا بداو كيجيو الناس، ودابا غيبداو يتحركوا الخيل ان شاء الله، راه بداو كيسرجوا في الخيل ديالهم. لاحظوا معايا راه الناس بدات الفرسان بداو كيسرجوا في العودان، هانتوما بداو كيسرجوا، الناس بدات كتسرج السربات. اذكر بانه 20 سربة 20 سربة كيدخلوا كيديروا السلام وجوج طلقات اليوم. ما عرفتش هادشي بالامس، فيما يخص الامس، الامس كان السلام وكان جوج طلقات، بمعنى انه كيدخلوا الفرسان الحيه والجمهور يعني الدخله الاولى، ومن بعد داروا جوج طلقات ديال البارود. اليوم الله اعلم واش غتكون نفس العمليه، غتكون اكثر غتكون اقل، الله اعلم. هادشي اللي غادي نشوفوه خلال هذا اليوم. وذكر بانه هنا هذه هي المنصه الشرفيه اللي حضر بالامس السيد ولي جهه الدار البيضاء السطات، السيد محمد مهيديه، كذلك العديد من الشخصيات اللي كتواجد هنايا. اذا اجواء جميله جميله بزاف كل صراحه، كيعيشوها البيضاويين كيعيشوها كذلك حتى الزوار الذين قدموا من كل انحاء المملكه بعد سماع موسم سيدي عبد الرحمن، لانه كاين الناس اللي لاحظوا معايا هما كيوجدوا دابا، لاحظوا هما الفرسان كيوجدوا، هما الفرسان كيوجدوا، لاحظوا معايا هما الفرسان كيوجدوا ما شاء الله. لاحظوا الفروس هي ابا عن جد، لاحظوا هذا اب هو كيساعد الابن ديالو على تسريج هذا الحصان، صوره جميله جدا. هذه هو المشعل، لاحظوا معايا يعني الابن رفقه اذا مشاهدين شوف تي في غادي نرجعوا لكم في تفاصيل اكثر حول هذا اليوم الثاني من موسم سيدي عبد الرحمن، ما تمشوش بعيد غادي نرجعوا لكم بعد قليل. لاحظوا معايا ها هما، لاحظوا معايا هذه اللقطه، هذه اللقطه جميله، ها هما غيحطوا السرج فوق الحصان. قلت بانه دابا حاليا صافي ساعه الصفر، ساعه البدايه ديال الحركه ديال السربات اللي غادا تمتع الجمهور الحاضر بطلقات ديال البارود. لاحظوا صورة جميلة جميلة بكل صراحة، وكأننا في موسم ديال مولاي عبد الأمغار أو المواسم الأخرى اللي كتكون، يعني حتى موسم سيدي عبد الرحمن فكان معروف من المواسم المعروفة، ولكن انقطعت كما كنقولوا. قطعت التظاهرات ديالو تقريبا واحد 13 سنة دابا حاليا. إذا المشاهدين شوف تي في ما تمشوش بعيد، حنا راجعين لكم بعد قليل في هذا اليوم الثاني لموسم سيدي عبد الرحمن، ما تمشوش بعيد حنا معكم على المباشر دائما على قناة الشعب، قناة شوف تي في. إلى اللقاء.